الجمعية التأسيسية والدستور الذي لا يعبر إلا عن عقيدة واضحة، وأنهم يدعمون اعتصام الثورة في ميادين التحرير المصرية كافة، ويعلنون أيضا دعمهم وتأييدهم خلال هذه الفترة الحرجة لجبهة الإنقاذ الوطني التي تقود مسيرة المقاومة. مجموعة نقابات مهنية بتجتمع علشان تشوف إيه اللي ممكن تعمله في المرحلة القادمة، لأن دي يعني منحنى هام جدا في حياة مصر والمصريين، وبالتالي لازم تكون للنقابات المهنية كلمة وموقف ومخرج مما نحن فيه. ممكن نعرف إيه التوصيات اللي خرج بها الاجتماع النهاردة؟ الحقيقة التوصيات أشارت زي ما تفضل الأستاذ سامي عاشور رئيس الاتحاد بذكرها، أنه أولا اتحاد النقابات المهنية بيرفض تماما شكلا ومضمونا الإعلان الدستوري، وما تم يعني إنجازه من الدستور بالطريقة المطروحة بالشكل الحالي، وأن هناك تحفظات كثيرة جدا كان من الواجب أنها تعرض على توافق وطني لإحداث نوع كوثيقة لكل الشعب المصري. إعلان دستوري بيكدس السلطات في إيد فرد وهو شخص رئيس الجمهورية، عجلة في تسليم مسودة الدستور بهذه السرعة، جمعية تأسيسية غير مكتملة ولا تعبر عن كل طوائف وكل فئات الشعب المصري. تأثير نعم أو لا مستقبلا، يعني إيه اللي هيحصل بعد نعم أو لا على حسب ما حضرتك شايف؟ يعني والله أنا لا أجزم بهذا، إنه مين هيقول نعم ومين هيقول لا، لكن للأسف كنا نتمنى إنه كلنا نذهب في احتفالية جميلة بتقول إن الشعب المصري ذاهب للاستفتاء ليقول نعم، لأن التوافق موجود والاتفاق على هذه الوثيقة بشكل جازم. الدستور في مجمله يعني ممكن نقول فوق 80% أو 90% منه ممكن يكون في بيعبر عنه، ولكن هناك يعني عسل، ولكن هناك سم في العسل. عايز توجه رسالة للشعب المصري بخصوص الدستور تقول له ايه؟ منذ هذه اللحظة عليك بقراءة بنود الدستور بوعي وإدراك، وما تروحش تدلي بصوتك إلا فيما تعرف. اعرف دستورك واعرف حقك كويس قوي، وبعدين ادلي بصوتك.